السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخيرات. النهاردة عندنا كتاب مهم جدا لفنان هوليوود المشهور دينزل واشنطن، افشل بفخر. دينزل واحد من اهم الفنانين الكبار في هوليوود، هو حاصل على جائزة الاوسكار احسن تمثيل، جائزة اولى عن تريننج داي اللي هو فيلم يوم التدريب اللي بيدرب فيه يكون ضابط ويدرب فيه ملازم ليه. شفت له اكيد زوجة الواعظ، مان فاير اللي هو حماية الطفلة، الرجل اللي قاعد يحمي الطفلة، مالكوم اكس، جامع العظام. الميزة اللي بتميز دينزل واشنطن هو حرصه على اختيار ادوار مناسبة ليه. انت بتشوف الدور منسجم مع الدور، كأن هذا الرجل خلق لهذا الدور، كأنه الدور ده محدش يعمله غير دينزل واشنطن، دوره راكب عليه تماما. كل الاعمال بتاعه دينزل واشنطن هي تعبير عنه، ولكن فيها حاله، فيها جمل كده قريبه من القلب، فيها طاقه، فيها شغف. بيحكي تجربه حياته. من هو دينزل؟ هو طبعا درس الصحافه وبعد كده كان حاول يدرس الطب فما نفعش او فشل في دراسه الطب واتجه للتمثيل ومثل وهو صغير. فشل على مسرح برودواي، عمل دور وفشل فيه، وبعد 30 سنة من هذا الفشل قدر يقدم بطولة على برودواي. بيديك طاقة عظيمة في هذا الكتاب. مهم بالنسبة له الله، الله دائما حاضر. رقم واحد، دعوا الله في المرتبة الأولى في كل ما تفعلون. كل ما أملك هو نعمة من الله وهو هدية. حافظت على الله في حياتي وهذا ما جعلني أبقى متواضعا. لم أكن دائما بالقرب منه ولكنه بقي دائما معي. ابقوا على مقربة من الله في كل ما تفعلون. ده القاعدة الأولى لدى دينزل واشنطن في حياته. القاعدة الثانية، لا نحيا سوى مرة واحدة. فكرني بفيلم عادل إمام، الإنسان يعيش مرة واحدة، بتاع عادل إمام ويسرى وعلي الشريف لما يروحوا يشتغلوا مدرسين في الواحات. لا نحيا سوى مرة واحدة، فافعلوا إذن ما يثير حماسكم واغتنموا الفرص على المستوى المهني، ولا تخافوا من الفشل، لا تخافوا من الخروج عن المخططات، لا تخافوا من التفكير خارج ما هو مخطط له سابقا. تذكروا أن الأحلام بدون أهداف تبقى مجرد أحلام وتؤدي في النهاية أو في نهاية المطاف إلى خيبة أمل. احلموا، احلموا، لكن ضعوا الأهداف أيضا، أهداف الحياة. بيقولك اعمل أهداف شهرية وأهداف يومية. وبيتكلم النصيحة الثالثة، هو عدم التعلق كثيرا بالأشياء المادية. لا يهم كمية المال التي ستجنونها، لن تستطيعوا أخذها معكم، مش تاخد فلوس معاك اللي هو الكفن ملوش جيوب، يعني المثل بتاعنا. لا يهم كثيرا ما تملكون، ولكن ماذا تفعلون بما تملكون. في هنا يعني تقريبا 100 قاعدة. بيقول شاف مرة امرأة بتنظر إليه وتنظر إلى أعلى، تنظر إليه وتنظر إلى أعلى، تنظر إليه وتنظر إلى أعلى، ثم قالت أعطوني قلما عندي نبوءة. ده في 27 مارس آذار 1975. قالت لدينزل يعني، يا فتى أنت سوف تجول العالم وسوف تخاطب الكثير من البشر. بيقول تذكروا لقد تم طردي من الجامعة وأنا أفكر في الالتحاق بالجيش ولم أعرف ما الذي علي أن أفعله. وهي بتقول لي هأجول العالم، هلف العالم وأخاطب ملايين البشر. وبيقول فعلا خاطبت العالم. دينزل عنده حضور جدا في الخطابة، يعني عنده أداء حلو لما بيخطب خارج هوليوود أو الأعمال التمثيلية. يعني استغل الفرص بدهاء، لا تخشى من الإخفاق، لا تخشى من الفشل الذريع من الحلم الكبير، لكن تذكر الأحلام بدون أهداف هي فقط أحلام وتسبب الكثير من خيبات الأمل. هنا محطات وأنا حاول لخصها لكم، بس أنت لازم تقروا الكتاب. الحياة محطة، يجب أن تترك أثرك عليها وليس قبرك. أترك ابتسامة، حكاية، حكمة. علم طفلا القراءة أو امنح أملا للذين لا يجدون قوت يومهم. إن الحياة يا صديقي تعبر كما البرق، وليس لنا خيار سوى أن نكون من هؤلاء الصالحين الذين قد يأتي ذكرهم بالصالح والخير لاحقا. زوجتي وأولادي يزرعون الأشجار ويمنحونها أسماء، يعاملونها مثل فرد في المنزل، يلقون عليها التحية وهي تلقي عليهم ظلالها. كن شجرة. قاعدة 2، عليك الإيمان بالرب أولا، ثم الإيمان بشيء ما في هذه الحياة. دون أن تؤمن وتشتعل روحك بقوة هذا الإيمان، ستبقى عالقا بالوحل والشكوك وعدم الاستقرار. هنالك
من يؤمن أنه يستطيع أن يقلب الدنيا في يوم واحد، وهنالك من يؤمن بالتغيير، وهنالك من يؤمن بأن كل الذين قبله لم يحققوا شيئا وجاء الوقت ليحقق هو ما فاتهم. مهمة الإيمان هي أن توقد الحطب ليشتعل ويمضي في مسارات الحياة. دعني أخبرك أن مسارات الحياة لن تكون سهلة، لأن السهل دائما منسي، السهل دائما يزول، والسهل لا يجيء بحلاوة الإنجاز. يكمن الإنجاز في أن تحرث وتتعب، تزرع وتجني، تجني وتبيع ثمار. إن الأشياء الصعبة تنحت في الروح أثرا جليا لا يزول، وشما بحبر لا يمحى. دعني أخبرك أن الإنسان دون إيمان يساوي جثة ترقد ميتة تنتظر أن تتحلى، وأنت لا تريد أن تكون جثة، أليس كذلك؟ قاعدة 3 بيتكلم عن الأحزان، واجب ألا نستهين بقوتها وفعاليتها، وإن الحزن وقت معين ومن شأنك أن تحزن كما تشاء، لكن حين يطول الحزن يزرع في روحك عفنا أسود من شأنه أن يرتفع إلى عينيك ليعكس سوداوية العالم من حولك. وبيقول من حقك إنك تحزن، لكن مش من حق الحزن ده إنه يطول. وبيقول إنه بيقول دايما لأطفاله إن الحزن سيجعل وجوههم مجعدة مبكرا وقلوبهم متعبة كثيرا. من ضمن القواعد بتكلم إن الأشياء تختلف من حوالينا، الشوارع، المباني، الشركات، البيوت، الألوان، الأبواب، النوافذ الرائعة، لكن ما أريد قوله أننا مثل تلك المباني. تختلف الوجوه والألوان والأديان، لكن يجمعنا في الاختلاف جمال جوهري في التفرد والاحترام. اقترف الأخطاء وتعلم منها، فضريبة الخطأ أن يؤجل الفعل الصواب الذي سيأتي كلما أخطأت. كلما جانبك الصواب في مواقفك ومشاريعك تأخرت، وإذا ما اعتدت اقتراف الأخطاء وكررت نفس الأخطاء بسخافة فلن تجد أحدا بجانبك، لأنهم سبقوك إلى الأمام، وأنت لا تريد أن تكون وحيدا في محطتك المليئة بالأخطاء. إذن أصلح أخطاءك. قاعدة مهمة جدا، استمع وخالط الأصدقاء الجيدين والصالحين. لابد أن تعرف أن الصداقات تشبه كثيرا درس التفاحة الوحيدة الصالحة في صندوق مليء بالعفن. ستتعفن حتما، وصندوق التفاح الصالح الذي يبقى متوهجا ناصعا. ما أود قوله لا يمكننا ترك الرفقة السيئة تؤثر على مبادئنا وقيمنا، فهي تمرر إليك فسادها لتغدو واحدا منها. لقد أوقعوك في الفخ، وكل هؤلاء يظنون بطريقة ما أنك حين تمارس الأخطاء والأشياء الممنوعة تصبح راشدا بطلا مسؤولا عن نفسك، وتمرر أنت أشياءك السوداء للآخرين، وتتسع الرقعة السوداء، وتنهش روحك الصالحة في كل مكان. لذا اختر رفقتك بعناية، وخالط المبدعين، كن فعالا لا فاسدا. اختار أصدقائك، من جاور القوم 40 يوما صار منهم. فاختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تعطيك معنى لهذه الحياة. تكلم عن حب النفس، تعلم أنك تحب نفسك أولا قبل حب الآخرين. وأنا لا أعرف كيف لا يحب المرء نفسه، إن أحببت نفسك تخرج أفضل ما فيك وتعطي القدر الكافي من المحبة وصدق الحياة. بيقول لا قيمة، ودي قاعدة مهمة جدا، لا قيمة لأي نجاح أو إنجاز تنجزه دون أن تتحلى بالأخلاق الجيدة الرزينة. فإذا ما كان لسانك بزيئا وتصرفاتك سيئة، فلن أنظر إليك النظرة التي أنظرها للآخرين المخلصين لأنفسهم والذين يمثلون قدوة جيدة لأطفالهم والبيئتهم. ليس من شأن الكلمات النابية أن تمنحك سلطة، ولن تكون أبدا بطلا أمام العالم وأنت تمثل أبشع تصرفات قد تراها البشرية. بيتكلم عن التعليم، قاعدة 10 عن التعليم، مفيش أفضل من التعليم. قاعدة 11 لا تشغل نفسك بتوافه الأمور والأشياء الصغيرة، وإنها لم تشغل نفسك بها بتهدر الوقت الكافي للالتفات ما هو مهم. قاعدة 12 بتقول إن جدتي تقول إن الصبر مثل الطبق السيء الذي تتناوله على مهل ولا تود إنهاءه. أعني أن تجرع الصبر أمر مقيت لا يمكننا إنهاءه في العادة. طبق سيء نتركه ونشغل بإعداد طبق شهي. نعم الصبر رديء، لكن نتائجه رائعة. عليك أن تؤمن أن روحك التي تنثرها في كل مكان، في قبلة، في لمسة، في نظرة حانية، تستحق أن تترك في أماكن صائبة. لا تهدر روحك عند أشخاص
لا يقدرون وقتك وجهدك ولا روحك التي تنثرها بينهم. أنت تفنى وتفرغ حين لا يشاركك توليد روح أخرى. لا تهدر نفسك مع البائسين، مع المنافقين والذين لا يشبعون أبدا. قل لهم وداعا حتى لا أراكم مرة أخرى. بيتكلم هنا على ان انت تختار قبل ان تهدر وقتك ومالك وجهدك في انك تضع الخطة جيدا. قاعدة 15 عن تعويد نفسك لاكتشاف والمعرفة، ان تقرأ كتابا، اي ان تجلس مع الكثير من الاصدقاء الذين يملؤون بثرثرتهم عالمك. من شأن ذلك حتما ان يأخذك الى اماكن عديدة وتجارب متنوعة. فكر في تنوع قراءات، كل ما القراءات تنوعت كل ما دهشتك زادت وتجاربك وارائك في الحياة. قاعدة 16، الغضب كائن متوحش يمكن أن يسيطر عليك ليشوه ذات ويصنع منك مخلوقا غبيا مليئا بالتفاهات والشر. من يعرف منا كائنا متوحشا لم يكن غبيا ساذجا؟ أعطي لنفسك الوقت حين تغضب. أكثر ما يكرهه الغضب هو الوقت، فتجيء دائما شراراته متطايرة دفعة واحدة. لا تأبه لأقل تفصيل للوقت ولا المواقف ولا احترام الآخرين. بيتكلم برضو عن قاعدة انك تسخر من الاخرين. بيتكلم انك لا تجرح احدا بصراحتك، صريحهم بعيدا عن الجموع، عن احبتهم قل له السر، كن ناصحا لا ناقدا، كن شفافا لا ناقما، كن موضوعيا لا متنمرا. قاعدة 19، لا تبني سعادتك على تعاسة الاخرين. لا تأخذ اشياء معدة لم تتعب فيها وتدعي انك تملكها. لا تسرق جهود الاخرين لتسمو بها. لا تظن انك باستحواذك على ممتلكات الآخرين تكون أنجزت شيئا. بيتكلم قاعدة 20 عن العتبات الزائفة، ولا تسمح لذهنك أن يخلق لك العقبات الزائفة والتي من شأنها أنها تأخرك عن حلمك. 21، لا تنجر وراء الأشياء اللامعة والتي من شأن بريقها أن يضللك، واحذر أنك تكون ضحية أشياء لا تكون حقيقية من الداخل. لا تحب الجمال الخارجي أكثر من الداخلي. حين تكبر مع تلك الأشياء أينما كانت، ما يهم هو أن تبقى جميلة من الداخل كما هي جميلة من الخارج. قاعدة 22 عن تقبل الآراء المختلفة. قاعدة 23 عن الشهرة وأنك تكون رائع ومشهور وجميل، لكن ثم من يراقبك من بعيد ليرصد فضائحك وعيوبك وهفواتك الصغيرة. أدرك تماما أن هذا العالم يضج بالكارهين الذين يكبرون بالكره والتنمر والسخرية من الآخرين. حاول أن تتمتع بالعزلة بتاعتك بأمان عنهم. لا تكتب كل شيء عن حياتك، تقول كل حاجة تجري على الفيسبوك على طول، ارزع اهبط بوست. لا تكتب إنجازاتك في العلم، احتفل بها، احتفل بها مع الحاسدون والكارهون. ينتظرون فقط أن تسقط حتى يرقصوا على دفنك. 24، عنك تدلل نفسك لما تجد نفسك حزين. روح مع عائلتك، مع صديقتك، مع أحبائك، مع محبيك. سافر، جرب أشياء جديدة. ما تخليش الاكتئاب والحزن يسيطر عليك، لأننا بنعيش مستويات مختلفة من الملل والحزن والاكتئاب، ممكن تمر بسرعة حين نخنقها دون أن تسيطر وتخيم فوق الرؤوس. بتكلم عن الأحلام تكبر داخلك، لابد أن تطعمها شيئا من العزيمة والجدية في تحقيقها. قاعدة 26 على المغريات والمدهشات، بتكلم عن الانبهار بكل الأشياء. قاعدة 27 مهمة جدا، مهما على شأنك، مهما كنت أو سموت بالنجاحات، فلا تحتقر الضعفاء والذين كانوا مثلك في يوم من الأيام. لا تحتقر محاولتهم أو تقلل من إنجازاتهم. لا تكن وغدا وامنحهم دوما الرشد والنصح. تذكر أنك كنت صغيرا وكبرت، كنت تسعى ووصلت، كنت تمشي وبلغت. هذا إن لم يكن نجاحك عن طريق الحظ. بيتكلم عن الروح كتير دينزل واشنطن في الكتاب ده، عن أن الروح ممكن زي الجسد تبقى هزيلة وتصاب، وإنها محتاج لمقومات روحك ببهجتك، بشغفك بالحياة، بحلمك، إنك يبقى فاضل عندك حلم تصر عليه. بيتكلم عن الثقة بالنفس، بيتكلم عن خريطة الطريق والمسارات والتفرعات اللي يجب أن تمشي فيها في حياتك، وتبتعد عن التفرعات المضللة والطرق المحيرة. اختار طريق مباشرة وامشي فيه. بيتكلم عن الندم على الأشياء السيئة. قاعدة 41 أمر صحي، وأنه يجرعك مرارة أن تكررها. أعتذر لكوني قاسيا، أن تندم على فعل السيء هذا أمر رائع، لكن حين تندم على فعل الصواب الذين لا يستحقون، هنا يتحول نقاء روحك وإيمانك إلى منة. لا يمكن أن تندم أبدا على اقتراف الصواب. حين تندم على فعل الصواب لا تمنع الآخرين
فعل التراجع والاعتذار، اترك الامور واضحه دون ندم يعكر تقدمك. نتكلم عن الثقه بالاخرين وانها محتاجه الى سنوات، لكن امنح الاخرين هذا الحيز للامان ولا تجعلهم يندمون على الوثوق بك. لا تستغل ثقتهم بيك ابدا، لاننا حين نفشل في امتحان الثقه لدى الاخرين في الواقع نحن نهين انفسنا ولا نمنحها القدر الكافي من الاحترام. قاعدة 43، ازرع الأمل في قلوب الذين يحتاجون، امنح الحب للذين يستحقون، اعطي الحنان للمتعطشين، اخلق الفردوس الجميل للذين يستحقون أوقاتك. ابتسامتك، قاعدة 44، ابتسامتك هي الباب الوحيد الذي يجعل الآخرين يألفونك. لا تكن حاد الملامح، قاسي الطباع كأنك تريد نهشهم. تلك سمات الجلاد السلطوي تجعلك قبيحا ولا تمنحك الهيبة التي تريد أن تظهر. تعيز هيبة فعبوس دائما مكشف، عبوسا قمطريرا. ستساهم في بناء جدار وهمي بين كل الذين يريدون الاقتراب منك، وأنت تحيط نفسك بفلسفة كاذبة إنك تريد الهيبة من عدم الابتسام. قاعدة 45، بتكلم عن شريك الحياة قبل أن تفكر في شريك حياتك وتقول هل هو مناسب لي. ضع نفسك مكانه حين يسأل أهو مناسب لي. لا تجرح الآخرين على أتفه الأمور، تقبل الآخر كما هو، وإن احتاج إلى تصحيح بعض تصرفاته فادخل له من مدخل لطيف حيث لا تجرح اعتزازه بنفسه وكبريائه. اهزم روتين حياتك السيء، قاعدة 46. قاعدة 47 عايز أقولها لكم هنا لأننا مؤمن بها جدا، لا تدخل ضجيج مشكلة سياسية، إن الساسة كاذبون. لا تدخل ضجيج مشكلة سياسية، إن الساسة كاذبون. لا تحاول فهم مخططاتهم لتغيير مكان معيشتك إلى الأفضل، إنهم يفعلون ذلك ليهمنا أنهم يفعلون شيئا ما بطريقة صائبة. إنهم لا يمنحوننا سوى الوهم، طامعين في حماية مصالحهم من الفشل. هذا طبيعي في أوقات السارقين. نعم، إن الساسة كاذبون. ويتكلم عن الزهد، شيء يحدث يأتي من داخل الإنسان. يتكلم عن الغيوم تثقل بالأمطار، ترتعد وتبرق، وحين يأتي الوقت المناسب تنهمر بالمياه. كذلك نحن لابد للنفس أن تتفرغ، وذلك يعني أن تجلو الأشياء المتراكمة على صدرك لتذروها الرياح وتذهب بها بعيدا. لا بأس ببعض الدموع ليزهر وردك. تكلم عن الموت كائن وهمي وليس ندا لنا، إنه ببساطة مجموع الأشياء التي نخاف منها والتمثل به. ما أنت بحاجة إلى معرفته وأن تعرف كيف تتجاهل هذا الخوف وتعقد معه عقد صداقة بمعرفته. بيتكلم عن الأضواء، لا تشير دائما إلى الصواب. أحيانا كثرة الأضواء قد تطيح به. أعني إلى متى نعتمد على الأضواء والمصابيح أن ترشدنا إلى طرق أعظم المشاعل التي ترشدك إلى طريقك تكمن في قلبك. بيتكلم عن طرق ومسارات الحياة والنجاح، عن الجنون، عن الحياة، عن الإيجابية والتفاؤل، عن أنه مهما على شأنك وكثرة أموالك في قدرتك على قيادة الأشياء، حلولك تكمن بك وحدك دون سيطرة المال، وانه لو المال استحوذ على تخطيطك في الحياة ستبدأ الخسائر تهبط تدريجيا في حياتك. بيتكلم عن الطفل الذي بداخلنا، بيتكلم عن اليقظة والاستبصار على نحو المفاجئ. الطفل الذي بداخلنا يمشي حافي القدمين ويلعب في الشارع، يهمل القوانين والتصورات والحدود دون ان يراعي تلك الحواجز في اللعب. ان الابداع ان تكون تماما كطفل غير بالغ، أن تكون حرا لا مقيدا، أن تعيش في الواقع الطفولي الإبداعي دون مراعاة للنضوج. 98، الحياة عبارة عن لعبة غير مسلية، فائز واحد وعدد كبير من الخاسرين. أنت الشرطي والقاضي وأنت السجان، بإمكانك أن تقاضي وتحسم أمره بما تراه مناسبا. نظم وقتك ولعب الحياة بقوانينك أنت. قاعدة 100، انظر إلى كل شيء كما لو كنت تراه أول مرة أو آخر مرة. لا تفقد الدهشة في أبسط تفاصيل الحياة، إنها حياة قصيرة في مشاهد متعددة لا تنتهي. دي القاعدة رقم 100 اللي وضعها دينزل واشنطن، الفنان الشهير والكبير والمبدع، في كتابه افشل بفخر. الكتاب صادر عن دار شغف، I think يعني دار كويتية عشان ندي حق الناس برضو. ترجمة الكتاب محمود عطية، دار شغف الكويت، ودي طبعة حديثة وفيها في الأول السيرة الذاتية لدينزل واشنطن. هذا كتاب مهم، أدعوكم لقراءته والاهتمام
بيه، واحنا قدمنا لكم جزء من القواعد، والى اللقاء في كتاب اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.